الدكتور مصطفى مدبولي، النهاردة إدى درس في قوة وثقة الدولة المصرية والعقلية الجديدة اللي بتتكلم بيها، وإنها دولة كبيرة جدا ومفيش حاجة تقدر تهزها. إيه اللي حصل مع رئيس الحكومة في شمال سيناء وسر توقيت الزيارة وإيه حكاية اللافتة اللي كانت وراه وإيه الكلمتين اللي قالهم واللي كشفوا الرئيس السيسي بيفكر إزاي علشان سيناء وإزاي سبق المخطط الإسرائيلي الأمريكي بسنين. بانكير نبض البنوك. زي ما كلنا تابعنا على الهواء مباشرة زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمحافظة شمال سيناء، والحضور الكبير من القبائل والصحفيين والفنانين ومراسلي وكالات الأنباء الأجانب. والحقيقة المشهد كان مبهر جدا علشان حاجتين مهمين. أولها أن الزيارة بتتم في ظروف صعبة جدا وصراع مشتعل على بعد كام كيلو من مكان مؤتمر رئيس الحكومة. الحاجة التانية هو الدكتور مصطفى مدبولي نفسه والثقة والترتيب والطريقة والحماس اللي بيتكلم بيها يخليك تقتنع قد إيه الراجل ده بيشتغل بقلبه حافظ كل رقم وعارف مكان كل مشروع في مصر مش في شمال سيناء بس. لغة مدبولي والأرقام اللي قالها بتكشف حجم الجهد الرهيب في سيناء واللي شغال من ساعة ما تولى الرئيس السيسي المسؤولية، وإزاي السيسي كان عارف بالمخاطر اللي هتتعرض لها سيناء بعد الانتهاء من الحرب على الإرهاب. الدكتور مدبولي قال كلام كتير وأرقام أكتر ومشروعات على أرض الواقع، لكن المهم جدا في الزيارة هي توقيتها، ذكاء الراجل اللي بيقود البلد إن سيناء هتكون هي المستقبل وأي أطماع فيها بقت من الماضي ومحاولة استهدافها انتحار بكل المقاييس، والعالم كله شاف على الهواء مباشرة إيه اللي بيعمله السيسي في سيناء والرسالة وصلت. لكن حاجتين لفتوا الانتباه جدا، اولها هي الشعار اللي كان مكتوب على الجدار خلف الدكتور مصطفى مدبولي وهو بيتكلم ويشرح حجم الانجازات في شمال سيناء والخطط المستقبليه، وكان مكتوب عليها النصر او الشهاده. اكيد الرساله وصلت للطرف المقصود وهو ان مصر مش هتسيب ارضها الا بطلوع الروح، وان الجيش المصري ما يعرفش في عقيدته غير حاجتين، النصر او الشهاده. تاني حاجة مهمة قالها مدبولي وبتدل على مستقبل سيناء والاقتصاد المصري كله في السنين الجاية، وبيقول ان اقتصادنا هيكون رقم واحد في المنطقة والسابع عالميا في السنين اللي جاية من غير اي مبالغة، وهو ان الساحل الشمالي لمحافظة شمال سيناء كله هيكون زي الساحل الشمالي الغربي في العالمين ومطروح ومارينا. حضرتك متخيل حجم وقوة وعوائد المشروع ده بس في ان يكون عندك ساحل شمالي تاني بمنشآت ومشروعات السياحية والخدمية والتجارية في اهم وانقى شواطئ العالم وهي شواطئ شمال سيناء طبعا، ده مشروع بعشرات المليارات من الدولارات. الرقم مش مبالغة، انت بتعمل تنمية مختلفة على طول الشاطئ بعمق لا يقل عن 20 كيلو في الظهير الصحراوي، يعني بتتكلم عن بلد تانية بتتبني وقيمة مضافة للاقتصاد المصري. تالت حاجة قالها مدبولي هتغير شكل الاقتصاد العالمي في المنطقة هو مشروع الميناء العالمي في العريش، واللي هيتم ربطه بشبكة سكة حديد عملاقة مرتبطة بالدول المجاورة وهتكون مخصصة للتجارة ونقل البضائع من الشرق لجنوب اوروبا، وهيكون مركز تجاري عالمي في المنطقة، وهي دي ميزة الموقع الجغرافي لمصر انها تسيطر على التجارة في المنطقة الهامة من العالم. وبتقول ان مصر بتفكر لعشرات السنين قدام ولا فارق معاها ازمة دولار ولا تقارير سلبية ولا اراء مدفوعة، لانها دولة عميقة عارفة بتعمل ايه كويس. انا اشرقة اشرف والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.